السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى حسن من قناة أنا وتشير. مع مصطفى، أولا أرحب بكل اللي بيشوفني من جوه مصر برا مصر، بشرف فيني جميعا، وأحب أقول لك اللي بيشوف قناة أول مرة دوس على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من عندي. وأنت يا جماعة تعملوا لايكات على الفيديو ده وأي فيديو قديم عشان أوصل الناس اللي مش مشتركة عندي، ومن الناس تشترك ما هيستفاد من الفيديو. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنت يا جماعة كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا جماعة أنتوا عارفين إن إحنا طالعين من العيد الكبير وسنة طيبين يعني، فوالدي بقى عنده إيه، إحنا عندنا اللحمة بتاعة العيد تمام، فلقيت والدي إمبارح جايب نعاج وكده ومعزة، فأنا استغربت جايبهم ليه وكده. فإحنا عندنا أختنا حور يعني ماشي عمر كده شهر، فكانت تعبانة شوية، فلما قامت بالسلامة والدي قال ايه لازم نعمل عقيقة حلوة كده محترمة لأختي وكده. فانا يا جماعة هوريكم ايه الاكل اللي احنا هنأكله لهم، بس قبل ما اوريكم الاكل هخش اوريكم دلوقتي المعيز كام سعرها، وازاي والدي عرف يشتري نعجة محترمة كده، ويعني ايه اوريها لكم بالمرة تمام. انا مش حطيت لهم الاكل، بس انا هعمل، انا جبت الخلطة اهي هقول لكم مكوناتها وايه المكونات، مقادير المكونات، وهقلبها هقلبها يعني هنا عشان بص هي مرصوصة يعني الردة فوق والحاجات تحت بقى المكونات التانية تحت، فأنا مش هعرف أقلبها، فهقلبها معاكم وأكلها للمعيز تمام. هما متهيألي جم امبارح بالليل. يا جماعة الأوضة دي كانت معفنة جدا على فكرة، بس أنا أنا كنت هيه زيكم حبايب قلبي ضنايا تمام. هم دول انتوا متهيألي انكم انتوا شايفينهم، متهيألي مش شايفينهم. امات يا جماعة انا اصلا بصور يعني ايه يعني متهيألي العصر او بعد العصر. فاهو هي دي معزة، انا والدي ايه لقيتها يعني ايه جاية معاهم كده يعني جاية، كانت رايحة لحد بس شكلها كده عجبني مع انها مش فيها حاجة تمام، فعجبتني فقلت لها ايه ابويا بقى ايه خدها معاهم بالمرة وكده يبقوا شهر واحد. امات نعجة في تحس ان في واحدة كبيرة كده تمام، الكبيرة دي مقفلة والنعجة التانية كسرة اتنين، ودي متهيألي كسرة اتنين تمام. كل واحدة فيهم جابت مرة جابت بطن تمام. فهو يا جماعة بس انا مش عارف امسكهم يعني، هما جايين امبارح وخدوا على البيت تمام، دي ازاي بقى دي معرفهاش. هو يا جماعة حاول ان انا ايه امسكهم واحط ايدي عليهم كده واقول لكم بقى ازاي والدي عرف يختبرهم، وعرف ازاي ان المعز دي يعني الغنم النعاج انها حلوه مش اللي هي فيها مشاكل او كده يعني. والله جعانين قوي، انا مش اكلتهم النهارده الصبح، فهمسكهم دلوقتي يا جماعه وهرجع لكم عشان تمام كده التليفون ممكن يقع وينكسر مني. يا جماعه دي انا قعدتها كده، دي لسه صغيره اهي قرنها صغيره تمام، انتوا شايفين اهو والدي برضو فاتح بقى، انا مش عارف املكها لان انا ايه ماسك بايد وبصور بايد. يا جماعه متهيألي كسره اهو مغيره اتنين، مش عارف هو والدي عرفها ازاي بس والدي هو اللي قالنا مغيره اتنين تمام. ومسكها برضو من هنا كده، من هنا من ظهرها كده يعني عارف بمسكه الظهر في عظم، لا مفيش عظم، اللحم مليان تمام. وبرضو كذلك دي، بس مش عارف في واحدة انت متي جبت نعجة قبل كده ونايمتها نفس النومة وأصرت انها نايمة وفي الاخر قامت برضه. اهو يا جماعة اهو اهو بصوا دي المعزة قاعدة معاهم مش تقدر تستغنى عنهم هم، فانا هرجعهم الأوضة تاني وهعمل معاكم الخلطة عشان برضه مش يضايقوني وانا بعمل خلطة وكده، وارجع لكم اقول لكم بقى ايه والدي جابهم بكام وكده، وبرضه شوفهم هما بياكلوا تمام. طيب يا جماعة فاستأذنكم هقفل وارجع تاني. يا جماعة هما مش راضيين يخشوا والأوضة أصلا ضلمة، فأنا هعمل معاكم الأكل وإيه وتشوف تمام. فأنا أهي يعني دي مكونة من إيه بقى، هو الردة بس حطيتها قدام فالردة كتير، فأنا هقلب أهي ذرة وفي حاجات تانية تحت، فأنا هقلبها وارجع لكم تمام. فانا قلت اجيب دول عشان اقلبها فيهم يعني تمام، واقلب برضو كده احط هنا شويه وهنا شويه واقلبهم على بعض مش ان انا يعني كده. قلت يا جماعه اهو ده قشر فول وحت فول وتشيشه خشنه ورده وذره كمان
بس هو مش متقلب على بعض يعني، اهو ده اللي متقلب على بعضه كله. فانا ايه لسه برضو لسه هقلب برضو، اهم جم هقفل بقى يا جماعه ادخلهم. يا رب بيجوا على الريحه، بيجوا على الريحه والله. فهقفل دلوقتي يا جماعه وادخلهم وارجع لكم. اهو يا جماعه هقول لكم برضو المقادير. انا جبت 2 كيلو قشر فول، و3 كيلو حت فول او 5 كيلو حت فول، و5 كيلو شيشه خشنه، و2 كيلو ذره، و5 كيلو رده. تمام. الراجل قال لي بقى هعمل ايه، هاكلهم مره الصبح ومره بالليل، كيلو الصبح وكيلو بالليل. فانا عشان مش ممكن ما اطلع لهمش بالليل، فاحط لهم 2 كيلو و2 كيلو، فاهمني؟ فانا يا جماعه انا عمال اقلب واخلط علشان برضو ايه ياكلوا كل حاجه موجوده. وده برضو مش معناته ان انا مش هجيب اسمه ايه ده الضروه او خضره، يعني ضروه البرسيم داخل. لو والدي حب يقعدهم للبرسيم هسيبهم للبرسيم، والدي برضو حب يذبحهم بدري هجيب لهم الضروه لانها هي المتوفره دلوقتي. فانا هحط لهم اكل دلوقتي. ثانيه يا جماعه انا عندي دي برضو كنت بحط لهم فيها اكل. تمام. ده جردل على فكره يا جماعه، لقيت جردل كده في الشارع فقمت واخده وقلت ايه ارفع افتحه نصين كده لايه لاي بقى حاجه تاكل بقى، اي حاجه موجوده عندي تتمتع بيها بقى ايه وياكله. مش بدل ما اجيب اكلات وسقيات وكده فيعني بلاش اهو. انا بقى ايه احط له المره دي بس بالبركه كده علشان ما عنديش ميزان ان انا احط له كيلو. تمام. ثانية يا جماعة اهوت يا جماعة، معلش انا اسف اهوت. جبت لهم الاكل، انا والله مش واخد بالي ان الفيديو مفتوح اهوت. تمام. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هقول لكم بقى دلوقتي سعرهم كام. والله انا بعتذر يا جماعة عن الفيديو، انا كنت بحساب مقفول ف معلش. فاهوت يا جماعة هياكلوا. فلا اله الا الله، انا والدي بقى جابهم بكام؟ جاب الثلاثة دول ب 3500، يعني 3500. هما اللي بيتاجروا في الاغنام بيقولوا كده 3500 وكده. تمام. فهم يا جماعه انا بقى هحط لهم، اروح اشوف برده الميه عندهم، انا كنت حطيت لهم ميه اهوت. هو بس عشان ايه مفيش نور وانا مشغل الفلاش بتاع التليفون، فايه تلاقي الحته عندهم عتمه شويه. تمام. وبرضه هرجع واعتذر لكم عن الصوت، انا والله العظيم مش كنت واخد بالي. يا جماعه هروح بقى اشوف الوز حبيب قلبي ده نايف اهوت. جالي برضه احد متابعيني وقال لي ايه اهو، بص انا كنستله على فكره كنستله. تمام. في بقى متابع عندي قال لي مش لازم اللي انا حاطه ده، فانا قلت ايه خلاص انا هسيب دول محطوط فيهم كده عشان هما تحت الشباك وممكن المطرة، وهسيب دي كده كمان وقعوها. بس على فكرة يا جماعة انا بقيت احس ان هما ان شاء الله ان شاء الله هيقربوا يبيدوا، لان بقوا ينبشوا كده في ال ينبشوا لا اله الا الله يا في ال اسمه ايه ده يخرب بيت الدماغ في القش اهم. يعني المعزة خدت عندهم كده الاكل، انا هروح احط لهم اكل دلوقتي والخلطة بتاعتهم انتوا اكيد عارفين اهوت. يا جماعه خلاص انا كده حطيت لهم الاكل وكله تمام. بس يا جماعه في مشكله انا يعني ايه ندمان عليها ويا ريت محدش يعملها خالص. يعني انا والله لما بصيت على الاكل وبصيت للوز ومسكته لقيت ان في مشكله كده عندي. انا دلوقتي ال الوز بصوا انا حطيت له ايه، حطيت له رده زياده، فالرده بقت ازيد من العلف والدشيشه والرز الشعير. فدي مشكلة يا جماعة، فياريت يا جماعة محدش يعمل غلطتي دي. أنا قلت أختصر لكم الموضوع ده فكم كلمة صغيرين.
محدش يزود الردة، الردة دي بس مجرد حاجة كده، ولا هي لها مفيدة زي الدشيشة ولا هي مفيدة زي العلف. تمام، وكده يا جماعة خلاص اكون انا كده ايه خلصت الفيديو، وريت اكون افدتكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.